مساء الخير على كل مشجع ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا ألف ألف مبروك بجد للنادي الأهلي. حقيقي عايزة أقول لكم أنه لو تعرفوا السعادة اللي احنا شعرنا بيها والفرحة، عايزة أقول لكم حاجة، الأطفال الصغيرين اللي كان عندهم امتحانات المفروض بتبدأ النهاردة، سابوا كل المذاكرة وسابوا كل حاجة وقعدوا اتفرجوا على الماتش. فعايزة أقول لكم كانت فرحة رائعة رائعة رائعة. والولاد بقى شغالين على الجروبس اللي هو إيه، يعني ها الأهلي يا ترى تتوقعوا إيه، فاللي يقول 2-0 واللي يقول 1-0، يعني الإحساس ده كان إحساس جميل حتى للأطفال. الحقيقي رقم السوبر للمرة الـ 12، دايما الأهلي مفرح جماهيره، شكر يعني خاص بجد للنادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي. واسمحوا لي النهارده كمان أهني وأبعت تهنئة تخص كابتن محمود الخطيب، هذا الإنسان المحترم، مني أنا شيف عظيمة حمدي، من كل كرو البرنامج مهارات عظيمة، من كل العاملين بقناة الأهلي، موجهة لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله يا رب دايما كده يعني من نجاح لنجاح، ودايما كده اسمك يعني زي ما بيقولوا علامة في مجاله دايما يا رب، وأمنيات تتحقق بإذن الله لحضرتك ولكل من يناسب عيد ميلادهم النهاردة، عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب. طيب النهاردة هنبدأ بوصفة إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضرتكم. هي في كتير مننا بيفضل إنه يعمل السجق بإيده في البيت. النهاردة هنعمل السجق لكن هنخاطب فيه اللحمة، وهنعمل الفراخ، وهنتكلم عن إحنا بنحشي السجق في إيه؟ إيه هو الهانك ده؟ ايه هو المصران او الخاص بيه؟ هو بيبقى حاجه خاصه بالغنم، لانه خلوا بالكم بيبقى المصران ده بيبقى خاص بالعجول، بيتعمل بيه السوسيس التخين، وده الرفيع بتاع الاغنام، ماشي؟ الرفيع علشان ده اللي بنعمل بيه اللي احنا بنقول عليه في مصر هنا عندنا سجق. هو ليه كذا مسمى، عايزه اقول لكم هو خاص طبعا بالخروف، من امعاء الخروف اساسا، وبيبقى طوله تقريبا يعني 12 متر. خلينا بيقولوا عليه في محلات الجزارة هو اسمه الطاقة. طيب هقول لكم على حاجة بقى، أولا بالنسبة للهانك أو بالنسبة للسجق، إحنا بنقول عليه سجق، في سوريا بيقولوا عليه نقانق، في حلب أعتقد بيقولوا عليه اسم مسمى آخر، في لبنان بيقولوا عليه مقانق، في حلب بيقولوا عليه مش عارفة سوس حاجة، يعني أنا مش عارفة بالظبط، بس يعني ليه اسم كده، لكن كل بلد ليها مسمى بتاعها الخاص بيه. إحنا في مصر بنقول عليه سجق، خلاص. هنعمل النهاردة أول حاجة السجق باللحمة، توابل بسيطة وجميلة، وإن شاء الله في حلقة مميزة هذا الأسبوع هتشوفوها حضراتكم للتوابل الخاصة بقى بالمحشي وبالسجق وبتوابل بهارات الفراخ وبالبهارات اللحمة، بهارات الحواوشي، بهارات السجق نفسها، عاملين كمان بهارات الكبسة، يعني أكتر من نوع من البهارات نجمعه في البيت ونعملهم إحنا بدل ما نشتري من برة. طيب هنبدأ أول حاجة نقول السجق اللي هو بالهنك اللي هنعمله، هو عبارة عن، هنقول لو كيلو لحمة، الكيلو اللحمة المفرومة عليه تقريبا 15% دهون، خلاص؟ بناخد 15% منه دهون. عندي تقريبا 100 جرام توم أو راس توم للكيلو، راس توم. عندي طماطماية واحدة، عندي نص بصلاية، معلقتين خل ابيض، معلقتين زيت نباتي، بابريكا وبهارات مشكله اللي هي السبع بهارات بتاعتنا او بهارات اللحمه لو حابين، وفي ناس ممكن تضيف بهارات السجق بتتباع عند العطار، هي بس السبع بهارات تغني برضو. طيب الزنجبيل او الجنزبيل ده بنحط يا دوب رشه بسيطه ما بنكترش، والقرفه بنحط برضو رشه بسيطه لكن بتدي تيست خفيف ما بنكترش، ورشة من جوزة الطيب وملح وفلفل، واللي هتستغربوه نص كوباية من المية. تقولوا بنحط فيه مية؟ بنحطه، ولذلك دايما نلاقي انهم بيعلقوه عشان نسبة السوائل اللي فيه تنزل شوية. خلينا نبدأ نقول بسم الله، هلبس بس الجلافز وهبدأ كده اشتغل مع حضراتكم شوية شوية. طبعا هنحتاج قمع نشتغل بيه النهاردة، هنعمله كده بطريقة بسيطة، وانا قررت ان احنا نعمل منه الفراخ لان في ناس ممكن تكون
حابه تعمله بالفراخ. هو مش هيتعمل بالفراخ يعني؟ لا هيتعمل، فهنعمله بالفراخ وباللحمه. تعالوا كده نقول بسم الله. اول حاجه خليني اخد الثوم والبصله، خليني الاول اقطع كده البصله شويه هناك كده عند الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده فصوص الثوم، هنخلط الاول الخليط الحلو ده. بصوا بقى اللحم يعني ما بياخدش غير وشين، اللحم بياخد وشين، الفراخ ما بتاخدش غير وش واحد. عايزه اقول لكم ان بيقال ان اللي اخترع السجق ده كانت الصين. هاخد نص بصلايه، مش البصلايه كامله، وادي نص بصلايه. وناخد معانا اول تليفون. ام اسلام، يا صباح الفل. يا صباح الفل عليكي حبيبه قلبي. حبيبه قلبي ام اسلام، ازيك يا روحي؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني والله يا عزيمه. انت اكتر بكتير. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ صحتك عامله ايه؟ ماشيه الحمد لله، دي ماشيه مع العلاج اللي يجيبه ربنا كله كويس. يا رب اشفيكي وعافيكي واشفي كل مريض يا رب، واشوفكم في احسن صحه واحسن حال. ربنا يبارك لك. وعايزه النهارده يعني عارفه لولا ان كنت يعني تعبانه، بس عايزه اقول لك واقول للقناه الجميله مليون مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. الف الف مبروك للنادي الاهلي، ودايما يا رب في تقدم كده على طول يا روح قلبي. يا رب امين كده، دايما مصرفينا دايما. أمين. دايما دايما يا رب. امين يا رب العالمين. مش قادره اقول لك بجد والله الماتش كان تحفه. صح، مش قادره اقول لك والله كان ماتش حلو. يعني الكل جدا جدا كان فيه، وهم كمان كانوا بيلعبوا حلو. بيلعبوا حلو، ربنا يبارك لهم، ربنا يخليهم حبيب. ودايما يا رب من تقدم لتقدم يا رب. أمين. ان شاء الله. امين يا روح قلبي. امين، بتشجعكم دايما والله يا ام اسلام. شكرا ليك يا حبيبه قلبي، شرفتيني ونورتيني. اسمحوا لي هدي ده خلطه الاول لوحده. عايزين بصوا بقى، بسم الله هاخد كده بسباتيلا، وتعالوا بقى ناخد الملح والفلفل والبهارات واللحم. انا هرش رشه هنا الاول. طبعا اللي عنده مفرمه هيبقى افضل بكتير، هتبقى الدنيا اسهل بكتير بالنسبه لكم يعني، لكن مفيش مشكله. انا هاخد كده شويه بس من الملح وشويه من الفلفل، ويفضل في اللحم يبقى فلفل اسود، يمكن الفراخ نحط فيها فلفل ابيض. هاخد شويه من الدهون معايا وشيل شويه للفراخ، وهاخد بقى اللحم نفسه، ناخد منه شوية حلوين كده، وهنحط بقى كل التوابل بتاعتنا. احنا نعمل شوية صغيرين عشان احنا مجهزين شوية قبل كل بقى التوابل الحلوة اللي اتفقنا عليها. ننزل تاني بعد اذنك يا ندى المقادير كده، وانا بحط عشان اصدقائنا اللي لسه فاتحين يشوفوا احنا بنحط ايه من التوابل للسجق اللي هنعمله في البيت باللحم. وطبعا السبع بهارات اتفقنا عليها او بهارات اللحمه، رشه بسيطه من القرفه. هنقول تاني، عندي كيلو من اللحمه، 15 جرام من الدهون، راس توم صغيره 100 جرام، عندي بنص بصلايه، خلي دول كده، عندي معلقتين زيت نباتي، وعندي بابريكا وزنجبيل، وعندي قرفه رشه ورشه جوز الطيب، وملح وفلفل، ولسه الميه مش دلوقتي. بصوا بقى هنعمل كالاتي، هناخد كده، خليني بس الاول ازود بعض اللحمه هنا شويه ايه ملح. ما تنسوش بقى ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لازم تبقى زي ما بيقولوا ايه ناعمه قوي، مش عايزه يبقى فيها اي حركات. هنعم قوي
ريحة التوابل روعة روعة. طبعا ما تنسوش احنا لما هنيجي نعمله اصلا ونطبخه هنضيف له تاني توابل، فحضراتكم ما تستعجلوش. هي دي بس الايه التصور المبدئي. بسم الله. جمال بسم الله. تعالوا بقى كده ناخد الايه الخليط الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد دينا حبيبتي، اهلا وسهلا يا دينا. عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي؟ انا اسفه ما حبيتش اخد مكالمتك عشان اسمعك. حبيبتي انا والله مبسوطه جدا ان انا سامع صوتك، والف مبروك على السوبر، ويا رب دايما كده الاهلي مفرحنا. امين يا رب العالمين حبيبه قلبي، والله امين. انا يعني بشكركم جدا بجد والله لاتصالكم ولمباركتكم للنادي الاهلي. طبعا انا عارفه ده حضرتك منوره القناه والله، وصوتك حلو علينا دايما كده. يا رب اللهم امين يا حبيبه عمري يا رب. انا بعتلك بوسه كبيره. يا نور عيني بوسيها لي مليون بوسه حبيبه قلبي. اكيد يا استاذه حبيبتي. وهسال حضرتك بس فطيره التفاح انا ما لحقتش اكتب المقادير بتاعتها. هنزلها لك من عيني. اه يا ريت ربنا. من عندي قبل العين دي يا دندون حبيبي. تسلمي عيونك الجميله. تسلمي يا قلبي، شكرا ليكي. طيب نزلوا لنا بعد اذنكم يا شباب فطيره التفاح يا نودي. بصوا بقى شويه ميه وبنعمل كده عشان تحركها تخليه سهل. ماشي، نص كوبايه بس، حاجه بسيطه. انا هنا طبعا عشان مش حاطه الكيلو كله فمش هحط نص الكوبايه كامله، هسيب بس شويه كده، خدت جزء منها عشان انا مش عامله الكميه كلها. خلاص اهو شايفين ناعمه ازاي الخليط، ناعم ازاي. ادي الخليط. تعالوا بقى معلش انا هغير الجلافز ده بقى وهلبس واحد تاني عشان ايه اعرف اتعامل. بسم الله. اه ده انتوا تجيبوا لي شويه يا نودي. ماشي، نزل بس الدندونه الوصفه الابل باي او فطيره التفاح. بصوا بقى هنيجي للهانك. اولا لو حضراتكم بتجيبوه هو بيجي دايما لو هتشتروه من عند الجزار او من المكان بيبقى متملح، محطوط في ملح، محطوط في ملح وبتاخدوه كده الربطه على بعضها. وبعدين احنا بناخده في البيت وقت ما بنيجي نستخدمه اول حاجه بنعملها ايه، بناخده من الملح ده نحطه في بوله فيها ميه ونسيبه كتير من بالليل مثلا لتاني يوم او اربع ساعات على الاقل، لما يفك الجفافان بتاعه والنشوفيه دي تفك ويبقى يعني فلكسبل كده مرن. نبدا بقى ناخده نقطه بس من الخل، نقطه عشان لو في اي شوائب، ولو عايزين تحطوا شرحتين من الليمون زي ما انا حاطه كده تمام. بصوا بيبقى عامل ازاي بقى، بيبقى كده. خلاص تعالوا بقى نشوف هنا عشان ايه انا عامله هنا شويه مدخلينهم في القمع. انا عندي قمع، القمع ده طبعا جميل جدا، اكتشفناه اكتشاف رائع، وطبعا هنشتغل من ده لما نيجي نحشي بالفراخ تاني. بصوا بقى بسم الله احنا هنا مجهزين شويه عشان حضراتكم تشوفوا. بناخد ندخل في القمع وندككه كده الكل الكميه. معلش هنا هو اتلف عليه فخليني ايه اهو. خلاص هبدا اخد اللحم من هنا وانا ماسكه القمع كده اهو، ده بايدي كده، انا بايدي نازل بقى مع مع الجديده عصايه زي دي، شايفين ازاي. محمد بشكره كتر الف خيره، كان موجود هناك في مكان ما في السوق وبعدين قلت له يا محمد انا عايزه قمع صغير حلو للسجق، راح الصراحه راح جاب لي القمع الجميل ده وايه وقلنا نحشي بيه. ده قمع ستانلس كده لطيف، ما حطيتش فيه غير لحظه ميه، حاجه بسيطه جدا من الميه. بصوا ازاي شايفين، وبزق اهو، اهم حاجه ما يدخلش هوا. شايفين شايفين ازاي شايفين اهو. بصوا وانزل كده، لازم املى الفراغات دي اهي، ازق تمام وانا ماسكه هنا ماسكه فوق عشان ما ينزلش كله. خليني تاني ادكك هنا تدكيكه حلوه، التكييف ساقع جدا. طيب بصوا ازاي بدكك كده هنا
شايفين؟ أول ما بدخله الأول وبعدين بمسك من هنا كده وأنا ماسكة. وهناخد بقى نحشي وناخد معانا تليفون. معانا مدام سميرة. أهلا 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 بيك يا حبيبتي، إزيك؟ مصر نورت يا مدام سميرة. ميرسي يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني وحشتيني يا حبيبتي. حضرتك أكتر، والله حضرتك أكتر. عاملة إيه يا حبيبتي؟ عاملين سجق لحمة. ما انا عايزاكي تقوله لي تاني معلش عشان كنت على التليفون فما سمعتش كويس. ننزله حالا لحضرتك. وانتي عايزه اقول لك وحشتيني قوي. تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي بتعمل. يا روح قلبي تسلمي، ما تحرمش من حضرتك ابدا. ميرسي يا حبيبتي. وعايزه اقول بس مبروك للاهلي طبعا. يا حبيبتي تسلمي كلك ذوق يا مدام سميره. ورا خالص القناه يا حبيبتي، احلى قناه. الله يسعدك. الله يسعد قلبك يا روح قلبي، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش من حضرتك ابدا. شكرا جزيلا. بصوا بقى بيبقى فيه شويه ميه اللي هي احنا قلنا ايه بنزودها، شايفين؟ تمام. بصوا كده اهي هنعمل ايه بقى، هنزل كده شايفين، بنظبطه بس عشان يبقى ما فيش فراغات. وحتى اذا حصل لما نيجي نقفل هنعمل ايه، هنشيل الفراغات دي وهنتعداها خالص وهنتخطاها. انا بس حبيت اوريكم بصوا ازاي، اهو اهو نحشي بقى كل الكميه. تعالوا بقى نجرب كده نقفله سوا. نقفله ازاي؟ اهو كده بقى فيه كتير، لا بقى حبه صغيرين اهم، نحشيهم كمان بالمره عشان نعمل حبه حلوين، عشان احنا هنعمل طاجن سجق كمان. بصوا كده احلى حاجه السجق البيتي ده. في ناس احيانا ما بتحطش لحم بس، او الناس اللي ممكن تكون فيجيتيريان ممكن تستخدم فول الصويا ماشي، بس انا بتكلم يعني ايه في الاخر اللي يناسب حضراتكم وال يعني حضراتكم شايفينه يناسبكم ويناسب الظروف الاقتصاديه بتاعتكم اعملوه خلاص. طبعا هو هيعمل كميه حلوه يعني. بصوا انا عامله الكميه دي بس تطلع نص كيلو. بصوا ما شاء الله كميه تحشي حبه حلوين، يعملوا لنا حبه سجق حلوين يعني. اهو شايفين ازاي اهو. خلاص نزل بس اخر حبه دول. معانا مين؟ معانا فطيره التفاحه هي دندون اهي. تعالوا بقى خلاص شايفين القمع اهو، باخد بقى الحته اللي باقيه دي سيبوها زي ما هي خلاص، وادي القمع اهو. وهاجي من هنا المفترض ان انا يا اما بربطه ربطه عشان ما يفكش مني، بجيبهم كده قد بعض شايفين ازاي، قد بعض قد بعض خلاص. وهعمل كالاتي، ركزوا معايا بقى، هاجي من هنا هعمل كده وهعمل قسمة بس كده بيتزحلق عشان في ميه. خلاص اهي اللي هي ايه اللي بتقسم النصين شايفينها ازاي. وبعدين هاجي هنا سي مثلا عايزه حجمه يبقى كده اهو، هعمل كده هعمل كده لفه واحده. وبعدين هجيب دي هدخلها من هنا كده شايفين ازاي اهي. ونكمل تاني بسم الله، هنيجي هنا ونقسم كده بايدينا على حسب اللي احنا عايزينه ونقفل بسم الله قفله واحده اهي. وناخد دي وندخلها من هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهي تمام، عشان يفضل ماسك نفسه وهم قد بعض بنفس الطريقه زي ما الراجل بيعمله. وبعدين بنعلقهم تعليقه واحده علشان ينزل السوائل دي، ضروري ينزلها السوائل اللي فيه ماشي الكلام اهو كده. ونروح قافلين هنا وناخد دي وندخلها من هنا. وشايفين الاخر انا ايه، الاخر دي سهله بتتعدل يعني، اخر واحده تحت او الطرف الاخير اللي تحت شايفين ازاي اهو. وهنيجي هنا وهنعمل كده. تسلم ايدك يا محمد على القمع يا محمد، شكرا يا محمد يا سيد. بصوا كده القمع ده رائع لانه حجمه مناسب جدا الحقيقه. بصوا حاضر يا حبيبتي، ما تخلوش شيماء تقول لي
وبعدين شيماء لازم تبعد عن مامتها لو ليها اي طلب، لان لو هتفضل بالشكل ده يعني بتطلب بالحاح. بصوا كده اهو، شايفين ازاي متعلق كده وتحته اي حاجه بس ينزل السوائل اللي موجوده فيه، شايفين؟ تمام. وطبعا تعالوا بقى نستسمح حضراتكم، هنستسمحكم في بريك واستراحه بسيطه، نرجع بعد الاستراحه هنعمل واحد تاني بالفراخ، لكن هنخاطب بعض الناس اللي ما عندهمش الهانك ده او مش عارفين يتحصلوا عليه، ينفع نعمل الشكل ده ونحاول شويه سوسيس بحاجه بيتي كده؟ ينفع. شوف هنعمله ازاي بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه، وبصوا بقى احنا لازم نعلقه ونسيبه لما ينشف تبقى جافه زي دي، وبعدين بنفصله. ما انا فصلت دول بس وسيبناهم يجفوا قبل علشان هنشتغلهم، فلازم يجف يبقى ما فيهوش سوائل. هو حاجات بسيطه احنا ما حطيناش حاجه، بس هو لازم يتصفى ويبقى السجق اللي احنا عملناه ده ما يجرالوش اي حاجه، احنا الجو ساقع ويتحط في مكان فيه هواء زي البسطرمه بيجرالها ايه؟ لا في الصيف، لا في الصيف لا، ما بياخدش وقت كتير يعني ساعتين وخلاص، في الصيف مش محتاج اكتر من كده. طيب هنبدا بقى نقول لحضراتكم ننزل طب المقادير تاني بعد اذنك يا ندى، اللحم قبل ما ننتقل الى مقادير سجق الفراخ عشان مدام سميره، ونبدا نشتغل مع بعض. انا طبعا جبت الفراخ، افضل جزء يعني نشتغل بيه السجق بتاع الفراخ هو الافخاز او اللي هي الشيش طوق، الجزء الاحمر السفلي بتاع الفرخ، لانه قطره تمام، وهاخد عليه لو كيلو 100 جرام ليا، 100 جرام ليا. حلو. طيب دي مقادير اللحم مدام سميره، كيلو لحمه مفرومه حطينا عليها 15% دهون، وراس توم صغيره حوالي 10 فصوص، وخدنا طماطمايه واحده صغيره، ونص بصلايه بس، وثلاث معالق كبار من الخل، ثلاث معالق كبار من الزيت النباتي، حطينا التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات وزنجبيل ورشه من القرفه ورشه جوز الطيب وملح وفلفل، وحطينا على كل الكيلو لحمه 100 جرام ميه يعني نص كوبايه ميه. بعد ما بنخلط الاول الطماطم والبصل والثوم والحاجات دي مع بعض مع ميه مع ملح وفلفل، وبعدين بنروح على طول من مقلبينها كويس ومنزلين اللحمه تاخد وش الوش الثاني مع الخضار، يعني احنا اديناها وش الاول لوحدها وبعدين طلعناها وبعدين حطينا الخضروات اللي احنا اللي هو البصل والثوم والحاجات، وبعدين رحنا منزلين اللحمه ثاني بعد اول وش، لازم اللحمه تاخد وشين، ونزلنا بعدين التوابل كلها وخلطناها لما بقى مع زي المعجون، خففناه بشويه ميه صغيرين قوي، وبعدين بدانا نحشي من خلال القمع ده، حطينا فيه يا اما ميه يا اما زيت زي ما حضرتك تحبي. ده قمع ليه الزقاقه بتاعته بيتباع دلوقتي ومش غالي والله، تقريبا احنا جبناه بسعر زهيد يعني. الصوت بعيد قوي يا اولاد، واضح ان انتوا ان شاء الله هتدخلوا لي في استراحه تظبطوا لي الايربيس. طيب ناخد مدام روحيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ازيك يا عظيمه؟ يا حبيبه قلبي مدام روحيه، انت فينك يا عظيمه؟ مش سهله فيا خالص ليه؟ لا انا اقدر والله ابدا، انت غاليه عليا جدا جدا، انت عارفه ان انت غاليه قوي قوي علينا يا عظيمه. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا مدام روحيه، زي حضرتك وزي زوج حضرتك واسرتك، صدقيني بيسال عليك يا عظيمه، بيسال. تحياتي عليك. تحياتي ليه يا فندم والله بجد، ربنا يخليكي يا رب كده ودايما كده منوره لاهلي، والف الف مليون مبروك للاهل. حبيبتي الله يبارك في عمرك، شكرا جزيلا مدام روحيه بجد والله على محبتك حبيبتي، شكرا. ربنا يخليك وتسلم ايدك على السجق اللي انت بتعمليه دلوقتي، يعني حاجه جميله جدا. الله يخليكي مدام روحيه، تسلمي لي كلك ذوق والله. ربنا يخليك، كويس ان انا كلمتك وبطمن عليكي. انا مبسوطه بسماع صوتك، حضرتك شرفتيني ونورتيني بجد والله. ربنا يخليكي، شكرا ليكي حبيبه قلبي، في حفظ الله في حفظ الله. دلوقتي هنزل بقى مقادير الفراخ، هنزل دلوقتي حل المقادير بتاع السجق الفراخ، سواء هنحشيه جوه الهانك هو هو او هنعمله بطريقه ثانيه اسهل للي ما عندوش الهانك وعايز يتصرف. طيب عندي بالنسبه لمقادير الفراخ هاخد برضو كيلو من وراك الفراخ او افخاذ الدجاج المخليه خالص، ما فيهاش عظم ما فيهاش حاجه، 100 جرام بس من اللي هي بتاعت الخروف مفرومه، راس توم
نص بصلايه، طماطمايه، معلقه بقى من الهريسه، ولو في عند حضراتكم بقى لو يعني حابين دبس الفلفله تاخدوا منه اللي هو الفلفل اللي احنا عملناه الرومي لو معمول ومتصفي مدخن هيبقى جميل لو خدنا منه معلقه. عندي بشر نص ليمونه، وعندي معلقتين خل، وعندي معلقتين كبار من الزيت، وعندي زنجبيل. الفراخ بتحب الزنجبيل اكتر سنه من اللحمه. القرفة برضو رشة خفيفة، الحبهان المطحون احنا زودناه في الفراخ، رشة جوزة الطيب والبابريكا، وحطينا ملح وفلفل أبيض، وبرضو النص كوباية من المية على الأفخاذ الدجاج. بصوا بقى الفراخ بتاخد وش واحد، ومحمد تقريبا راح يجيب ورقة بوست هنا، ما جابليش الكبة. فبتاخد وش واحد بس، يعني الفراخ بنديها وش واحد خلاص. انا يا دوب هديها بس، هي خدت الوش اهو، انا فرماها هنا عشان بس الوقت. وادي اللية 100 جرام، واول ما هاخلط بس الخضروات والتوابل مع بعض هنزلها تاخد لفه بس مع السجق. محتاجه بس الكبه يا حبايب قلبي. ايوه بصوا بقى، انا هنا هسخن الوك، وخلينا برضو نبدا نعمل ايه شويه السجق اللي معانا نشتغلهم حلوين. السجق طبعا من الحاجات الجميله برضو، ناس كتير قوي بتحبه. هاخد بقى فلفل رومي وفلفل حار، ممكن نشتغل فيه كده جنب بعض عشان يلحق يطلع معانا بشكل كويس عقبال ما محمد يجيب لي الكبه. وبصوا بقى هنا هزود كده النار شويه عشان ادي صدمه للايه للسجق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. نشوف لسه لسه، هستنى دقيقة كمان، هستنى دقيقة. ناخد كده نركب هنا الكبة ونبدأ نشغل برضو الخضار بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النص بصلاية اللي اتفقنا عليها. ماشي، اخد سكينتي ما يجراش حاجة. نص بصلاية، وهاخد طماطمية واحدة. هي السكينة الصغننة بتاعتي فين يا محمد؟ خليني اخد دي. نص طماطمية او طماطمية صغيرة يعني، والثوم. وخليني بسم الله الرحمن الرحيم. معلش هعدلها بس كويس. بسم الله. هننزل باقي سجق حالا. تعالي ما تهربيش، تعالي اهي، يلا بينا. شايفين؟ وناخد كده بالاسباتيلا هننزل كويس مره كمان. بسم الله. وهنبدا ناخد الفراخ كده اللي احنا اديناها اول فرمه كده، وهناخد معاها اللية. هنبدأ بقى في التوابل. هناخد بشر الليمون والبابريكا اهم، رشة كده من القرفة، وجوزة الطيب، وادي البابريكا. بشر الليمون ده بيدي طعم جميل الحقيقة يعني. وهناخد الزنجبيل والبهارات الحلوة، السبع بهارات، معلقة حلوة من الزنجبيل، التوابل اللي تريح حضراتكم.
رشه من جوزة الطيب. بسم الله. اللي هو ايه يا روحي؟ انا هنزل مقاديري. بصوا كده لفه حلوه. الصوت وحش يا ولاد. لا انتوا تشوفوا حل في الصوت، تعالوا بقى ايه يعني ظبطوا لي الدنيا لان صوتكم بعيد قوي يا روح قلبي. نزلوا مقادير الطاجن معانا. طاجن السجق. بصوا. خلاص بقت زي المعجون زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هضيف الملح والفلفل. هنا ممكن احط بس شويه الفلفل الحار دول مع السجق. والفلفل الرومي. والمقادير هتنزل قدام حضراتكم حالا. معانا بقى كيلو سجق او نص كيلو على حسب ما حضراتكم تحبوا. وعندي ثلاثة بصلة متقطعين جوليان او بصلتين كبار. وفلفل رومي متقطع زي ما انتم تحبوا. واخد طبعا رشة ملح وفلفل. وعندي طماطم او اربع طماطمات او طماطمتين على حسب. رشة فلفل. وما تنسوش ان انا هنا هنزل بقى حطيت فلفل حار حلقات كده لطيفه لانه بيحلى بيها الفلفل الحار او شطه زي ما تحبوا. تمام. ومعانا كمان الباقي بقى البهارات. معانا بابريكا وبهارات السجق اللي احنا هتشوفوها في الحلقه بتاعتنا اللي عملناها. رشه من الكزبره الجافه. شوفوا هو مش بيحتاج حاجات كتير لكن بيدي تيست وطعم. احنا لو بهرناه كويس في الاساس واحنا بنعمله هيطلع ان شاء الله مع حضراتكم ممتاز. يعني قول يا روحي. طيب ماشي. والطماطم. هناخد كده تقليبه حلوه. هنسيبه بقى شويه. هعمل كالاتي. عارفين هعمل ايه؟ هديله تقليبه حلوه وبعدين معلقه صلصه وشويه ميه صغيرين وهسيبه بقى. هسيبه ياخد ويدي مع بعض. طيب ناخد كده معلقه من الصلصه. وايه هنقلب تقليبه حلوه. كده. وهناخد شوية مية. بسم الله. وهنسيب القمر ده ياخد ويدي مع بعض. اهو. وبعدين هنشتغل احنا بقى في اللي هيتعمل بالفراخ. السجق اللي بالفراخ اللي اتفقنا عليه. هنعلي النار بقى عشان ياخد ويدي معاك. تعالوا بقى هنا ننزل الخليط الحلو ده بتاع اللي احنا ضربناه هنا في بولة. ريحته تحفة. عايزة اقول لكم برضو الدبس الفلفلة والفلفل المفروم ده او الهريسة بيدي ريحة وطعم ريحة روعة. بتعتمد على التوابل فعلا. هناخد بقى كده الجلافز. نشكل بس شكل واحد. لا عشان بس يبقى شايف احنا هنشكله ازاي. بصوا كده. طيب ماشي خلاص تعالوا.
انا هسيبه زي ما هو، مش هضيف عليه اي حاجه غير شويه الميه اللي قلت لحضراتكم عليها، وبعدين هستناكم بعد الاستراحه هنكمل التشكيل لكن من غير الهانك، ونعمل كمان واحد بالهانك لاصدقائنا اللي لسه منضمين لينا عشان نوريهم احنا حشينا ازاي بالهانك. هستسمح حضراتكم في استراحه ونرجع نستكمل السجق اللي هنعمله بالفراخ، في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه، السجق شغال، انا هنا بجهز حله فيها ميه تقدروا تحطوا فيها منكهات زي ما انتم عايزين. هقول لكم انا عملت ده ليه. اولا انا هجيب كده الاسترتش، لو انا هفترض ان انا ما عنديش الهانك ممكن اعمله ازاي. ممكن اعمل بالاسترتش ازاي، هنشوف دلوقتي. هاخد كده، شايفين، على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. احنا عاملين حجم اكبر، وفي ممكن تبقى حجم اصغر زي ما انتوا عايزين، مش هيقول لا. ودي طريقه في التسويه مختلفه تماما. بصوا اهو، كل واحده عكس الثانيه، يعني انا بلف دي كده ودي عكسها كده، شايفين ازاي حضراتكم معايا اهو. شفتوا زي ما عملنا اللانشون قبل كده، نفس الفكره اهي اهو، هيبقى كده. هو نعمل واحده ثانيه، هنقطع كده. طبعا الحجم اللي يناسبكم، التخانه اللي تناسبكم، تقدروا تعملوا من ده كتير جدا، بتحطوه في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجه، بس اول ما هاجي استخدمه علشان اكله هروح اعمله ال 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 الخطوه اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي في الميه السخنه، وبعدين اديه على الجريل ياخد الايه التشويحه بتاعته، فهيطلع بشكل لطيف جدا. وده يعني تسهيلا للفكره للناس اللي ممكن تكون شايفه ان الفكره دي صعبه. اهو بقطع كده وهاخد على حسب الحجم اللي حضراتكم عايزينه، شايفين، ونزلنا المقادير تاني، وهبدا اخد بطرف الايه ال عشان افرغ الهواء، فاهمين ازاي قصدي؟ اهو اهو. نعمل بقى اكبر اصغر، انا في حجم عاملينه كبير جدا، وده شوي اكتر للعيش الفرنساوي لو حابين، اهو شايفينه اهو. وده تقدروا تربطوه من ناحيتين او مش هيحتاج يعني، اهو ده شكل. هوريكم بقى اللي احنا عاملينه في الصاج، عاملين كميات كبيره زي السوسيس، عارفين السوسيس اللي هو الضج الكبير، عاملين زيه كده اهو، شايفين ازاي. بصوا جمد في الفريزر ده بقى في السانشات الفرنساوي، مش قادره اقول لكم رائع ازاي. تعالوا بقى ناخده، هننزل بيه في الحله هنا فيها ميه نسلقه كده، نعمل كام واحد ونسيب كام واحد للتقزيم في العرض علشان تشوفوه. كده للي حابب يجرب الفكره، ده حجم وده حجم. خليني بس اقص الجزء الكبير ده، مش محتاجاه ولا هنا، انا بس بمجرد انه ما هيجمد هياخد الشكل اللي انا محتاجاه. خلاص اهو كده، جربوا قولوا لي راي حضراتكم، اعملوا بقى السجق في البيت، وان شاء الله ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوه بجد، لانه بسيط وسهل ما فيهوش اي فكره، وسهولته يعني بسيطه، وتقدروا تعملوا منه اللي انتوا عايزينه، وتاكلوا حاجه فريش بلحمه فريش بالدنيا جميله. بصوا انا اشتغلت هنا على السجق، بسيبه بقى لما ياخد ويدي مع بعض ويصلصل ويتعامل بالكميه الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها. وهنا بصوا الميه سايبه السوسيس او السجق ده، لما بصوا هيبدا ياخد بس تسويه كده، وبعدين اطلعه يهدى خالص، واول لما يهدى
على طول هروح مديه على الجريل تشويحه حلو يتحط في سندوتشات ياخد طعم التدخين الجميل اللي حضراتكم عارفينه. اسمحوا لي بقى اقدم ده هنا كده جنب البورتريه الجميل القمر ده، لان اللي عمل لي يعني المكات القمر ده والشكل الحلو ده خليني اقول لندى تسلم ايديكي وميرسي حبيبه قلبي، هديه جميله منك، هديه عيد ميلادك، عيد ميلادي عملت لي القمر ده وعجبني قوي لانه انا دقيقه شويه فبحب ابص في التفاصيل، فالحقيقه عجبني قوي واتمنى يا رب ان هو يعني يكون عجب حضراتكم. حبيت اشارككم في الهديه الجميله اللي جات لي من ندى فرج حبيبتي رئيس تحرير برنامج، بشكرها وطبعا بشكر كل حبايبي اللي جوه، بشكر شيماء على هديتها وبشكر رانيا حبيبتي وبشكر هديه حبيبه قلبي، هي هديه فعلا وجابت لي هديه جميله. كل واحد قدم الحقيقه هديه تنم عن شخصيته وعن جمالها، وبشكرهم شكرا جزيلا بجد كل من احتفل بيا وكل من بعت لي على صفحتي وشاركني فرحتي واتمنى لي امنيه جميله في يوم عيد ميلادي. انا بشكر حضراتكم جدا بجد. بصوا بقى بنقلب بقى تقليبه حلوه كده معانا مدام منال. يا صباح الفل. فل يا صباح الجمال. عندك تاخير، كنت فين؟ عايزه واحد زيه. كنت فين حضرتك بس كده؟ يا نهار ابيض عينينا. انا بشكر الاول والله الاستاذه ندى على الهديه الجميله اللي عملتها لي والاستاذه رانيا، وبشكر كل اللي عندك وتسلم ايدك، وفعلا البرواز تحفه. يا حبيبتي تسلمي يا رب، ربنا يخليك. انا عايزه اكلم بقى الاستاذه ندى تعمل لي واحده. طيب يا ندى سمعتي؟ ابعت لنا الصوره لو سمحتي مدام منال، واوعي تعملي مدام منال صوره احلى من بتاعتي يا ندى. حبيبتي ده انت تأمري يا مدام منال. وانت النهارده تستحقي جايزه بصراحه. يا رب سعيدك. انا ما شفتش كيف عملت السجق الا انت. يا رب يخليكي والله، ربنا يخليكي. لا والله في ناس كتير عملته. اتفرج النهارده يا حبيبتي. انا اشوف اول شيء تعمل سجق كده على الهوا. ربنا يخليكي، والله في ناس جميله عملته والله، بقدم لهم تحيه حقيقي. لا ما شفتش والله يا شيف، عظيمه بصراحه. حبيبتي تسلم ايدك، وانا احاول اجربه، وعايزه اجيب البتاع اللي انت بتعملي بيه دوت الهانك من عند الجزار. انا جبته من الجزار بيجيبه في الملح، وعلى فكره بصي ده بسم الله ما شاء الله، ده كميه، ده يعمل معاكي كميات اعداد كيلوات رهيبه. فيعني مش هتستخدميه مره، انت هتستخدميه. شوفي احنا مره عملنا كميه بسم الله ما شاء الله قد ايه. لا لا بس تسلم ايدك، عجبني قوي قوي يا شيف، عظيمه بجد. تسلم يا حبيبه قلبي، تسلم. حلقه جميله مميزه فعلا، وانت اصلا مميزه، انت عظيمه اصلا بكل حاجه. الله يسعد قلبك يا مدام منال، شكرا جزيلا. منوره الدنيا والله. الله يسعدك حبيبتي. انا من الصبح قاعده مستنيه عشان اقول لقناه الاهلي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد عيد ميلاد استاذنا الكبير كابتن محمود الخطيب. ربنا يخليكي حبيبتي، الف الف مبروك لنادي الاهلي على فوزه اول امبارح. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي حبيبتي، شكرا حبيبتي لحضرتك. تسلم مشاركتك على راسنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك مدام منال، شكرا على محبتكم، شكرا لكل الاهلاويه، وبجد يعني سعيده بوجودي وببقى فرحانه اكتر لانه يعني اكيد انا زي اي انسان طبيعي ببقى عندي انتماء لنادي بحبه، فانا بحب النادي الاهلي وسعيده بانتمائي ليه، وببقى فرحانه اكيد لما بيفوزوا، اكيد بفرح جدا يعني. فحبيت اشارككم برضو، لكن ببقى دايما حريصه اني ما ازعلش حد تاني، لانه خلوا بالكم احنا في الاخر في مصر وكلنا مصريين، والفريقين دايما اللي بينزلوا مع بعض ومن اكبر الفرق الدوليه حقيقي الجميله اللي احنا بنبقى سعداء بيهم، فيعني كل التحيه ليهم حقيقي بجد. كل الفرق اللي موجوده بتلعب جوه مصر كل التحيه ليهم، وكل التحيه للقائمين على تدريب هؤلاء اللعيبه الجميله، والحقيقه زي ما انا بفرح اكيد هم في وقت تاني بيفرحوا، فربنا يفرح قلوبنا جميعا يا رب. بصوا بقى كده انا ايه بدات اسيبه يصلصل شويه وياخد ويدي. عايزه اقول لكم بقى تقدروا تعملوا الطاجن ده في الفرن، حطوه في الفرن تمام، تقدروا تعملوا شويه سجق من دول وتحمروهم وتعملوا معاهم شويه فول بالسجق بيبقى جميل، تاخدوا السجق ده وتعملوا شويه فطير شرقي وعجينه سهله بميه وملح ودقيق وخلاص على كده، وتعملوا فطير شرقي وتحطوا معاه شويه الفلفل الالوان والسجق وتدخلوها الفرن وتستمتعوا بيها. يعني السجق ليه حاجات كتير، اهم حاجه ان انتوا تعملوه وتبقوا ضامنينه قدام عينيكوا زي ما احنا بنشوف جزارين محترمين بيعملوا السجق. انا والله للامانه قلت له، انا سالته على الهانك، قلت له عندك؟ لو كان قال لي مش عندي ما كنتش هشتري منه سجق. بس هو قال لي عندي، قلت له ينفع تعملوه دلوقتي؟ قال لي اعمله لحضرتك، وراح واقف عاملهولي وانا واقفه باللحمه وتبلها وعمله وحشهولي واخدته عشان يعني الحق انشف جزء منه اوريه لحضراتكم، والباقي جبت الهانك معايا وجبت اللحمه وقلت لازم اعمله هنا علشان تشوفوا ان في ناس كتير بتحب تعمل المصنعات. ان شاء الله بفضل الله
طبعا تقدروا تشيلوا الهنك ده تحتفظوا بيه في الفريزر، مفيش مشجرة له اي حاجه. اهم حاجه بس ايه، زي ما قلت لكم الشطفه الاولى ليه اللي هو يتنقع الاول لما بيجي بالتمليح، لازم نسيبه في ميه لمده 4 ساعات علشان يفك ويبقى وبيجي متنظف. اوعوا يديه لكم مش متنظف، انتوا تقولوا عايزينه متنظف بيجي نضيف زي الفل، بس احنا بنحط نقطتين الخل وشويه شرايح الليمون دي لو في اي زفاره او اي حاجه مش ايه يعني، تاكيدا واطمئنانا لينا يعني. والله طيب انا بصوا انا بس عايزه اوريكم هنا بيبدا يتماسك ونبدا نطلعه. بصوا بقى ممكن كده ايه، اصل الخمس دقايق دول مش هيعملوا لي حاجه يا حبايب قلبي. ناخد من هنا ماشي قولي. لا يا ندى ما احنا ما نضغطش عليه. بص يا ندى هو رقيع اللف، لازم يتربط هنا من القاع الاول ربطه كده عقده واحده. هما بيسالوني لما بيجي يتحشي بنزل زي ما بعمل في الممبار بالراحه، ما تضغطوش، لو ضغطته جامد يبوظ يعني يطلع من بره، لان هو بصوا بصوا سمكته رفيعه ازاي، رفيع جدا. واحنا يعني كان اللي يهمني ان احنا حساس جدا، بس دي بسم الله ما شاء الله الربطه دي اقول لكم عملت تقريبا 150 جنيه 150 جنيه الربطه دي. ورص بصوا باقي بسم الله ما شاء الله تقدر تحشيلي عدد كيلوات كتير جدا يعني، ولا 10 كيلو لحمه مثلا هتعمل حبه حلوين قوي يعني. فانا شايفه ان انتوا اعملوه في البيت كل ما يبقى عندكم امكانيه. وهو في فكره الفراخ، الفراخ دي فكرتها رائعه على فكره، السجق اللي بالفراخ حلو قوي، الولاد هتحبه كتير وبيتباع بره، وبنجيبه بدل ما نجيبه مجمد نعمله في البيت. وبصوا اي كميه عند حضراتكم استخدموها، ربع كيلو نص كيلو اي كميه متاحه في البيت، مش لازم كميات رهيبه يعني. لكن زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هنعمل البولوبيف لانه طلب مني. البولوبيف هنعمله من اللحمه، انا الحقيقه ما بعملوش باللحمه المفرومه، بعمله باللحمه اللحمه قطع اللحمه اللي بيبقى فيها شويه دسم ودهن نسبه دهون، وهعمله لكم الالف للياء علشان تشوفوا البولوبيف لمحبي البولوبيف لما يدخل على الصيف. ان عشت وكان ليا عمر يعني وبقيت مع حضراتكم باذن الله، هعمل لكم البسطرمه على بدايه الصيف ان شاء الله، وتكون بعد يعني نحاول اذا قدرنا قبل شهر رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين نعملها. اذا ما لحقناش هيبقى من بعد رمضان علشان الناس اللي بتحب تشيلها وتحطها في الفريزر، هنعملها من العرق التريبيانكو وهتبقى جميله، وهتشوفوا بقى البسطرمه الحقيقيه البيتي وتستمتعوا بيها. ومفيش مانع ابدا انكم تاخدوا البسطرمه بتاعتكم تروحوا تقطعوها عند اي حد بتاع جبن في سوبر ماركت اربع، وبحطهم اربع كده وبحطهم في الفريزر عشان كل ما ياخد ربع افتح اخد منه كام قطع اعمل بيهم بيض بالبسطرمه واشيل الباقي، تفضل محافظه على لونها وعلى طعمها. طيب انا دلوقتي خلاص هنقدم بقى ايه شويه السجق دول، طبعا المفروض يدخل الفرن شويه بس انا الحقيقه مش هلحق عشان الوقت، فانا عايزه اقدمه مع حضراتكم بقى بالشكل ده، وهناخد كده ايه لوش او حاجه نقدم بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان طبعا هو محتاج يصلصل شويه كمان عن كده يعني بشكل اجمل. انا ما فكتوش كله الحقيقه، حطيت اللي احنا عملناه النهارده اهو معاه. بس عايزه اقول لكم كمان السجق ده في الفطاير ممتاز. عايزه اقول لكم انا بعمل فيه الفطير الشرقي في البيت، بقطعه كده وبحطه في الفطير الشرقي، مش محتاج غير شويه فلفل اخضر رومي ها، ولو عايزين تحطوا جبن ولا حاجه مع البصل، وساعات كده ايه يدخل بقى الفرن وشوية طماطم جميلة زي ما بتشوفوا بتاع الفطير بيعمل، بتطلع روعة. أي فطاير سهلة عليكم اعملوها. سجق في البيت برضو مفيد مهم، تحتاجوه في أي وقت لأي وصفة سريعة مش هيقول لأ. بسم الله كده شوفوا جميل ازاي، ده الجديد وده اللي اتنشف، شايفين الفرق؟ بس هو فرق بسيط في اللون بس طبعا. خلاص انا هنا خلاص مفترض بقى اطلع كمان الايه اللي بالفراخ. بصوا كده يلا بقى نمسح اطراف الطبق بتاعنا ده ونقدمه هناك.
ويبقى احنا كده عملنا ال بالهانك، ولو لا قدر الله ما فيش مش متوفر دلوقتي لحد ما يجي نقدر نعمل زي ما عملنا كده بالاسترتش وايه ونستخدمه وهيبقى جميل جدا. يلا بينا، هاخد بس رشه كده من البقدونس، عندي رشه بقدونس خفيفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه بقى هنا وطبعا اللي استوى برضو معانا بصوا استوى وبيطلع عادي جدا اهو، شايفين ازاي؟ بصوا 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 شالت الاسترتش، تعالوا قربوا كده بعد اذنكم، شال الاسترتش اهو شايفينه ازاي؟ اهو ده بقى بيتحمر بيطلع جديد في الجريل، ممتاز اهو ده من غير، اتشالت اهي الاسترتش اللي حواليه. بصوا تقدروا بقى تشوحوه جريل، تحطوه على الشوايه فحم، بصوا بصوا اهو. اللي بقى عايزه اقول لكم نصيحه عشان انا اتسالت عليها كذا مره، اللي مش حابب يعمل اللانشون في الاسترتش اللي هو الورق اللي هو الحراري اللي احنا متفقين عليه اللي هو زي ده او زي ده، عندكم الاكياس الحراريه عارفينها ان احنا بندخل فيها الرومي الفرن والفراخ الفرن، الاكياس دي مخصصه للحراره، اعملوا في الاكياس الحراريه مش هيجرى حاجه ابدا ابدا ابدا. اهو بصوا اهو شايفين ازاي؟ اهو ده بقى لازم يسقع الاول لان ده طبعا سخن جدا ولازم يدخل الثلاجه وما يبقاش فيه سوائل خلاص، وايه وناخده بقى على الجريل او على الشوايه، شايفين ازاي؟ برضو من الحاجات الرائعه ولما بيتشوي بصراحه جريل بيبقى طعمه حلو قوي. خلاص احنا كده تقريبا في بقى اتنين كمان عايزيني اطلعهم اهم اهم. ايه ده؟ ولو كان معايا وقت انتوا معانا وقت يا اولاد نشوحهم؟ مفيش ها؟ طيب خلاص تمام امان، احنا كده تقريبا يعني عملنا الايه اللي احنا عايزينه ووصلنا الرساله لحضراتكم بطريقه بسيطه، يا رب تنول اعجاب حضراتكم. لو هتحفظوا الهانك احفظوه بقى المره دي جوه الميه. خلاص ان احنا خدناه الاول متملح، دلوقتي فكناه هنحطه جوه الميه كده في كيس ونربطه زي الممبار، الممبار لما بنشيله ني بعد التنظيف لو مش هحشيه دلوقتي بحطه فيه ميه وبربط الكيس واحطه في الفريزر يفضل محتفظ بيه ويرجع يفك ويسيح جوه الميه ويرجع زي ما هو جديد. طيب انا دلوقتي بقى هستسمح حضراتكم بعد السجق الجميل اللي احنا عملناه ان احنا نستعد بقى علشان الفقره الطبيه ان شاء الله بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.